لم تتأخر ريشة الفنانين في الانغماس بألوان الطبيعة الساحرة التي تحتضنهم في بلدة عيون الوادي بريف حمص الغربي لتنتج عشرات اللوحات الفنية المميزة وتخترق قلب كل من يشاهدها للمرة الأولى، وذلك ضمن فعاليات ملتقى سيلينا الثقافي الفني الخامس والذي حمل عنوان لاعب الريشة بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين السوريين والعرب. احنا كل ملتقى عن تاني عم نزيد اصرار انه احنا مستمرين ولساتنا محافظين على مبادئنا، انه راح يفوت معنا بهذا القطار الماشي كل فنانين سوريا. يلي ميز هذا الملتقى نحن كمان اضفنا اصدقاء فنانين من خارج القطر السوري، في عنا اصدقاء من العراق وفي عنا اصدقاء من لبنان. رسالة هي الحركة، عم نروح ومنجي في حركة، ما في جمود، الجمود منه منيح. نحن هلا بحركة، جينا لهون اجوا غير عالم، ألوان مختلفة عم تتلاقى عم تتشابك مع بعضها، يعني الأفكار تلاقي هو الحب. لوحة بتعبر عن هيدي الحالة، بالنهاية الحياة بدها تستمر وكل واحد عنده سلاحه، العسكري بيحمل سلاح الحرب ليحمي، المثقف بيحمل سلاحه إن كان الكتاب ولا الموسيقى ولا الريشة ولا أي، كل واحد بيحمل سلاحه وبيحارب على طريقته. بالنهاية الحياة بدها تستمر رغم كل المآسي، رغم كل الصعاب، رغم كل الحروب. أول مشاركة إن شاء الله عيدها. طبعا أنا أعشق سوريا بصراحة، أنا عندي معارض كثير مثلا بغير بلدان، بس سوريا لها يعني طعم خاص بصراحة. يشكل هذا الملتقى فرصة حقيقية وثمينة للمزيد من التفاعل الإيجابي والالتقاء الفكري بين العديد من المدارس الفنية اللي بتحكي عن بلدنا، عن سوريا بالعموم، من خلال يعني الدعوة لفرح ما، لحياة مستقبلية ما، من خلال اللون ومن خلال التشكيل. مستوحي أنا طبعا الصبية من المنطقة كبورتري، وطبعا أنا هون لفتني كان زهر العباد الشمس موجود كان على الطريق، فحاولت أربطه كمان بهذا العمل. هو حدث فني ثقافي جمع لأول مرة فنانين سوريين وعرب، والذي أضفى على الملتقى طابعا تشاركيا وجماليا، سيما أن معظم لوحاتهم الفنية تدعو للحب والتفاؤل بالغد الأجمل والأمل بتكرار هذه اللقاءات. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من بلدة عيون الوادي بريف حمص الغربي.